الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. في درس أمس كان قد ذكر أن السواك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل من الأراك والسمرة والزيتون، وذكر أيضا أن السواك كان يؤخذ من العنم، فالعنم بفتح النون، والعنم غصن الزيتون كما ذكر في بعض الشروح، وهو كذلك شجرة لها ثمرة حمراء ويشبه بها البنان المخضوب، فهو العنم. وكما ذكر أيضا في حديث معاذ: نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة تطيب الفم وتذهب بالحفر. كنت قرأتها حفر، ولكن الحفر هو فساد الأسنان، ولكن اللفظ هنا هو الحفر، أي تذهب بالحفر، والحفر صفرة تعلو الأسنان. ولا شك أن هذه الصفرة إنما تكون بسبب فساد الأسنان، فإذا استعمل السواك من الزيتون من الشجرة المباركة فإن هذا السواك يكون مفيدا للذهاب بالحفر، يعني بالصفرة من الأسنان. فاللفظ الأول هو العنم، واللفظ الثاني هو الحفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. هذا الحديث يشتمل على بيان أهمية السواك وتأكيد الأمر به، وأنه ينبغي أن يكون 5 مرات على الأقل، يعني أن يستاك عند كل صلاة. فإذا كان الإنسان يستاك عند كل صلاة فعلى الأقل يكون استعمال السواك 5 مرات، وسواء كان استعمال السواك مع الوضوء أو بدون الوضوء والاكتفاء بالمضمضة. وندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولكنه لم يفرضه على الأمة لأنه فيه حرج ومشقة ظاهرة، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع الناس في الحرج. وكلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بالحرج في شيء فكان ييسر ويرخص، كذلك هنا كان يحب أن يستعمل كل مصلٍ السواك عند كل صلاة، يعني في وقت كل صلاة عندما يريد أن يقوم إلى الصلاة، فإذا توضأ يستعمل السواك مع الوضوء، إذا لم يريد أن يتوضأ وكان هو على طهارة فإنه يستعمل السواك قبل القيام للصلاة وينظف الفم ويتمضمض. هذا هو المراد بذلك. فالتسوك أثناء الإقامة، يعني المعروف خاصة عند السلفيين وحتى عند الشوافعي أيضا وعند غيرهم كذلك، أنهم عندما يبدأ المقيم في الإقامة، يعني يقفون خلف الإمام، عند ذلك يأخذون السواك ويتسوكون. هذا العمل ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سنة الخلفاء الراشدين، ويزيد ذلك الفم تلوثا، لأن الإنسان يستعمل السواك لإزالة الوسخ، فالوسخ في الفم، فماذا يفعل؟ يعني ما يزيله المتسوك من الوسخ بالسواك
يبتلعه. لا شك أن هذا مما يكرهه الإنسان سليم الطبع. ويتفتت شعر السواك أيضا، فإذا هل يبتلع هذه الشعرات كذلك أو يبصق فيخرج هذه الشعرات وقد يحتاج إلى المرات أو يتمضمض؟ فلا يمكن للإنسان الذي يكون قائما للصلاة ووقف خلف المصلي أن يشتغل بهذا. فإذا استعمل السواك بمعنى أنه أمر السواك على الفم، فليس هذا سواكا، هذا رسم وتقليد ومن دون معنى. يعني السواك يستعمل للنظافة، لإزالة الوسخ من الأسنان، فهذا الذي يمر السواك على الأسنان من دون إزالة الوسخ فإنه يأخذ بتقليد من غير معنى، ليس هذا المقصود من السواك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. فإذا ما ينبغي أن يستعمل السواك عند ذلك. ثبت من بعض الصحابة ذلك، ولكن لا شك أن الأسوة أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي رأى بعض الصحابة أنهم يستاكون عند القيام للصلاة ولم ينههم، إذا ثبت الأمر ذلك فهو محمول على الجواز. يعني أكثر ما يمكن أن يستدل به هو الجواز، ليست السنية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه إلى الصلاة أن يستاك، فلو كان حسناً لفعله ولو مرة. وما جاء من استياكه عند الصلاة كان هو في البيت، يعني قبل الصلاة، قبل القيام للصلاة كان يستاك، كان يستاك في البيت أو كان يستاك في أي مكان آخر. مثلاً إذا كان في سفر أو كان في مكان آخر فيستاك، ولكن قبل القيام للصلاة هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك ما يروى عن الخلفاء الراشدين أيضا، فلم يثبت عنهم أنهم كانوا يستعملون السواك عند القيام للصلاة. وما جاء عن زيد بن خالد الجهني من وضع السواك على الأذن، يعني كان يضع السواك على أذنه يعني حتى يذكره، فإذا قام للصلاة أخذ وتسوك ثم وضع السواك على أذنه. هذا ما ورد عن زيد بن خالد الجهني وعن بعض الصحابة الآخرين أنهم كانوا يضعون السواك على آذانهم ثم يستاكون عند القيام للصلاة، ولم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو جائز. ولكن الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار، وفعل بعض الصحابة من وضع السواك على الأذن هو من بساطتهم وعدم تكلفهم وعاداتهم البدوية، فأبيح لهم ذلك، ولكنهم ليسوا قدوة. والملتزمون بالسواك مع الصلوات نقول لهم لماذا لا يقتدون بهم في وضع السواك؟ الذين يستعملون السواك عند القيام للصلاة ينبغي أن يأتسوا بأولئك الصحابة في وضع السواك على الأذن أيضا حتى يكون الاقتداء كاملا. ليس الأمر كذلك، فلا بد أن يفهم الموضوع وأن يفهم المقصود. فالمقصود هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالأولى أن يكتفى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة أن مثل هذه الأشياء إنما عمل بها للمنهج الظاهري أناس من الصحابة ومن بعدهم أيضا، وكأنهم رأوا أن هذا ما يتعبد به، فكل ذلك نشأ للمنهج الظاهري والتعبد بما طلب للنظافة، ولم يجعل صورته ولا آلته عبادة.
فليس العبادة أن يكون سواك من الأراك أو من السمرة أو من كذا أو كذا، هذا ليس من العبادة في شيء، إنما ذلك من الوسائل التي كانت ميسرة، فإذا كانت هنالك وسيلة أخرى أكثر إفادة فلتستعمل. فالصلاة وتلاوة القرآن والاشتغال بالذكر والدخول في البيت ولقاء الإخوان وحضور المجالس كلها وغيرها مناسبات لتنظيف الفم والأسنان، بل للتنظيف العام، فلينظر إليه هذه النظرة. فلو كانت هي عبادة متصلة مع الصلاة فكيف لم يلتزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه، بل أكثرهم لم يأخذوا بهذا الطريق. وأفاد حديث أبي هريرة رضي الله عنه استحباب السواك عند كل صلاة، كما أفاد استحباب تأخير العشاء، يعني هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخر العشاء، فكان يحب صلى الله عليه وسلم تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل حتى يبقى وقت كثير للعمل، للقراءة، للذكر، لأشياء أخرى، لأجل هذا، لا لأن يشتغل الناس بالدردشة وأن ينظروا الأفلام وأن يضيعوا أوقاتهم، هذا لا يجوز إطلاقا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رغم استحبابه لتأخير العشاء لم يأخذ بالتأخير، بل لمراعاة حال الناس لا سيما العمال والفلاحين وأصحاب الأعمال الشاقة، لم يرى التأخير مناسبا نظرا إلى المشقة، والمشقة تجلب التيسير. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الأمير والإمام وكل مسؤول بالتيسير والتخفيف، فما يكون تشريعا عاما أو عملا اجتماعيا يحضره الكبير والصغير والمريض والصحيح ينبغي فيه الأخذ بالرخصة واليسر وعدم الحرج، إلا عندما يجد الجد وتكون حالة استثنائية من حرب ومقاومة أو مشاركة في عمل اجتماعي شاق كبناء المسجد حيث لا يكون عمال متفرغون أو لا توجد نفقتهم، كذلك حفر الخندق الذي شارك فيه الجميع ممن لم يكن معذوراً، فينبغي أن يكون الموقف قائما على هذا الأصل في مثل هذه الأمور. فإذا كانت الفتوى لعامة الناس فينبغي أن يراعى في ذلك التيسير والتخفيف على الناس، أما إذا كان الإنسان يريد أن يعمل لنفسه شيئا فهو يمكنه أن يأخذ بالعزيمة وأن يأخذ بما يكون شاقا عليه فهو حر في ذلك، ولكن لا يسلط المشقة والحرج على عامة الناس. هذا هو الأصل في مثل هذه الأمور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.